هذا الإنزال وهذه الوقفات من أجل أن نقول أنه الممرض المغربي ما زال مقصيا من جميع الحوارات الاجتماعية. نقول أنه الوزارة الصحة ما زالت تتعامل بنوع من التهميش، ما زالت سياسة الهروب للأمام، ما زالت لا تريد أن تعي وتعرف أنه هذا الممرض المغربي هو يعني عماد المنظومة الصحية، وهو الذي يقدم تقريبا 80% من خدمات ديال العلاج الصحية. الممرض المغربي اليوم خرج لكي ينتفض، لكي يقول، لكي يثور ويقول أنه يجب إنصافنا وآن الأوان. المطالب هي عادلة ومشروعة، مطالب دامت لسنين خلت، مطالب دامت أكثر من 12 سنة، مطلبين أساسيا ومهما اللي هما الإنصاف، التعويض الأخطاء المهنية وتحسين شروط الترقي. هاد المطالب اللي هي تنعتبرها كحركة هي أساسية، وبالتالي احنا في الوقت اللي كنا كننتظروا من خلال الحوار الاجتماعي ومن خلال يعني استدعاء الوزارة الفرقاء الاجتماعية البارحة، كننتظروا واحد العرض الحكومي اللي كيشرف، واحد العرض الحكومي اللي كيرقى لتطلعات الممرضين. للأسف كانت واحد الخيبة كبيرة، كان واحد الإحباط لدى ممرضون التقنية الصحة قاطبة، لأن هذا العرض الحكومي كان هزيلا وهزيلا جدا، ويتجلى في 800 درهم كزيادة في الرفع الأعوض، في الرفع التعويض على الأخطاء المهنية، في حين أنه في اتفاقات أخرى، فئات أخرى استفادت في أكثر من 4000 درهم. وبالتالي يعني حنا تنقولوا يجب إنصافنا في التعويض على الأخطاء المهنية. هذا العرض الحكومي فهو هزيل، هزيل جدا، ولا نقبله، لا نقبله، وسنستمر من داخل الحركة في النضال ثم النضال إلى حين تحقيقه. كنطلبوا بهذه الترقية الاستثنائية، ما عمرنا عطاونا شي حاجة، كاين الآخرين كيستافدوا، حنا ما كنستافدوش، وهاد الصحة كلها على كتافنا حنايا طلعات. حاربنا الامراض، ما خلينا فين خدمنا، تخرجنا بولي فالون، اي سيرفيس حطونا كنخدموا، ودابا ما كيعتبروناش. حنا بغينا حقنا، حنا في الاول ما كانش عندك كاع حق لا تهضر لا تطالب. صافي من يعيطوا لنا وداروا لنا امتحان تاع تخوازون، جمعونا تخوا بخوموسي عاد خدمنا. هذيك الساعه صافي اللي خدم كيدخل فين ما حطوك تخدم، وما تقول لا لا والو. ولكن دابا راه خرجنا مظلومين، ملي خرجنا لا غوتخيت خرجنا ناقص. كممرضين مساعدين اعداديين تنطالبوا بالترقيه الاستثنائيه باثر رجعي من 2017. حنا كممرضين مساعدين مظلومين الناحيه ديال الترقيه، سدوا علينا الابواب نهائيا. داك الساعات كيدوز بنا ليكول ديطا باش الترقى، حنا سدونا داك الساعات، سدونا ليكول، ما بقينا لا ترقيه، تنتسناو داك الكوطا، والكوطا خصو 1%، وعندنا تقريبا شي 2000 واحد كل عام تهزوا واحد جوج. الظلم بمعنى الكلمه. حنا هما الناس اللي قاوموا من استقلال، من استقلال وحنا كنقاوموا، حنا اللي خدمنا في المتاجر، حنا اللي خدمنا في الجبال، حنا اللي درنا الجلبه لعباد الله، حنا اللي خرجنا، حنا اللي ضحينا. ديك انذاك ما كانوش المدارس العليا ديال التمريض، في اذا به الممرض الاعدادي هو اللي خدع على عاتقه جميع المهام. كل شيء الممرض الاعدادي كان كيديرو، كان فينا رجل امن، كان فينا ممرض، كان فينا طبيب، كانت فينا مولده، كان فينا كل شيء كنديرو حنا الممرض الاعدادي. فاذا به في المراسم ديال 1993 و2006 و2011 و2022 2017 و2022 ما تنصفناش في هذه المراسم، ما تنصفناش في هذه السنوات. تهمش الممرض الاعدادي. خرجنا دابا كنطالب هذه الفئه اللي كاين اللي خارج وكاين اللي قريب يخرج، وخرج بواحد الاجر هزيل جدا، وخرج بامراض مزمنه. فلهذا خرجنا كنطالبوا وكنناشدوا الوزاره ديالنا الصحه العموميه باش تنصف هذه الفئه اللي عطات واكتدت وتهمشات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.